روايات متضاربة يتداولها الطرفان بشأن ساحة القتال في أحداث المعارك منذ أن بدأت أوكرانيا في هجومها المضاد على القوات الروسية الشهر الماضي، إلا أن كييف وموسكو اتفقتا على أمر واحد وهو ضراوة القتال. أوكرانيا رغم وصفها الوضع في الشرق بالمعقد أكدت في الوقت نفسه أنه تحت السيطرة، وقال قائد القوات البرية الأوكرانية إن قواته تصدت لهجمات القوات الروسية التي تتركز في قطاع كوبيانسك، بينما تعزز روسيا احتياطاتها في محور باخموت في محاولة لإعاقة تقدم القوات الأوكرانية. وبحسب قيادة المنطقة الشرقية الأوكرانية فإن الجيش الروسي حشد أكثر من 100,000 جندي وأكثر من 900 دبابة في المنطقة. وفي إفادة لنائبه وزير الدفاع الأوكراني في وقت سابق، تمكنت كييف من تحرير ما مساحته 7 كيلومترات مربعة خلال الأسبوع الماضي بفضل تحسن الانتشار التكتيكي للقوات الأوكرانية على خط الجبهة باتجاه باخموت. على الجانب الآخر، أعلنت موسكو تقدم قواتها بنحو 2 كيلومتر في اتجاه مدينة كوبيانسك التي تعد تقاطعاً مهماً للسكك الحديدية في منطقة خاركيف، مؤكدة أن القوات الروسية استعادت مجموعة قرى في جنوب أوكرانيا منذ بدء الهجوم المضاد. وقال متحدث عسكري روسي إن القوات تتخذ مواقع حصينة بعد تقدمها. في السياق ذاته، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هجوم أوكرانيا المضاد بغير الناجح، مؤكداً أن قواته توجه ضربات جوية باستمرار في أنحاء أوكرانيا. ووسط محاولة كل من أوكرانيا وروسيا بسط السيطرة على مساحات أوسع من الأراضي، يشتد القتال في ميادين المعارك المختلفة ليصبح أكثر شراسة من أن يحسمه أحد الأطراف لصالحه.